بدكم تتحدوني. السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم رجعنا لكم بلعبة جديدة مستفزة أكثر من هي رعب. راح نكون جوا محطة قطار ونحاول نهرب منها، بس الخروج منها شبه مستحيل لأنه إذا غلطت غلطة راح تعيد كل إشي من أول جديد، لازم تكتشف الطريق. بس طبعاً عمكم الحسام قصدي، هاي الشغلات عنده كثير سهل. فإذا أنت لسه ما عملت لايك ولا كومنت ولا شير ولا سبسكرايب، اعملهم هلأ على السريع لأنه راح نبدأ اللعبة. أوكي، اللعبة هيك بدأت حرفياً. أنا في ممر مترو انفاق في الاكزت 8، وعندي بواب وعندي شبه. السلام عليكم حبيبي، انا وين؟ لو سمحت حبيبي. اوكي طيب، انا شو بدي اعمل؟ ما بعرف، انا لازم اطلع من المكان هذا كله. و كيب ليفت، خليك على اليسار. طب بس انا شو لازم اعمل؟ يعني كيف بدي اعرف كيف بدي اطلع برا؟ انا جوا متاهه بتضلها تعيد، لازم اهرب من المتاهه. لو اضلني الف زي هيك انا حلف هضيع. اوكي رجع لورا، نجرب نرجع لورا. رجعنا نفس المكان. سكيورتي كاميرا ان اوبريشن، في كاميرا شغاله بتصور الكاميرا، هاي الكاميرا. طيب خلينا نقرا اللوحات اللي عندنا هان. اوكي، هاي ميك اب ارت، هاي ناس عم بركضوا قاعدين، وهاي كلاب، وهاي واحده خدامه، وهاي صاله الجيم الرياضيه، اسف قصدي عياده اسنان. المهم احنا بدنا نرجع مكان هاي السيجارة مرة ثانية. اوكي رجعنا مشينا بالعكس مرة ثانية. طب شو بدي اعمل؟ يعني مش فاهم انا. كونكورس، خلينا نروح على الكونكورس. هاي بدنا الكونكورس. شو هاي؟ نامبو بارك اكزت 0، يا جوجو تمبل يا قبلدق. طيب بدنا نرجع نشوف ممنوع التدخين. يا جماعة احنا بنعيد نفس الاشي يا حبيبي، احنا بنعيد نفس المكان قاعدين، شو اسوي انا؟ طيب نرجع نشوف الرجال اللي هيو اجا. لو سمحت انت ما في غيرك صراحه، ما في غيرك في المكان هذا، بدي افهم انا انت وين رايح. ها حمشي ورا نشوف وين بده يوصلنا، بس ممكن اسرع شوي حبيبي. انا راح اخرب الماتريكس وامشي ورا الرجال هذا بحيث انهم لن يستطيعوا معرفه اني لقد حبيبي. لا ما تفهمش، شوف شوف هالتليفون، شوف شوف قاعد. هاي هاي يا حبيبي، احنا نرجع نعيد كل شيء من اول. وين راح الرجال؟ وين راح الرجال؟ اعتبرني مش شايف. ها اجيت. اوكي السلام عليكم. اوكي شكرا، ما كانش تحكي انت. ماشي حضلني ماشي قدام نشوف شو اخرتها. اتوقع في اشياء راح تتغير في المكان هذا، والله اعلم. لازم انتبه اركز، طبعا لعبة التركيز انا بركز في ادق التفاصيل. وين التفاصيل؟ انا لا اراها. اوكي بقول لي دونت لوك اني انوماليز. ها ثواني بس نشوف عمو جوجل شو يعني انوماليز. شذوذ، استغفر الله، هي لعبه شواذ. لا لو سمحت يعني. المهم بقول لي الشذوذ عندهم معناها انه اذا اشي متغير في المكان. اوكي فمش هذيك الثانيه. بقول لي اذا شفت اي اشي مش طبيعي لف بسرعة، إذا ما شفت إشي مش طبيعي كمل طبيعي، كمل ضلك ماشي ما تلف. هاي طريقة الخروج من المخرج الثانية، حنضل ماشيين. إذا لقيت إشي مش طبيعي، هذا مش طبيعي، هذا مش طبيعي بالمرة. اسمع أنا بدي أختبر نظرية، بس أنا تعرفوني دائما بحب أختبر نظريات. أنا إذا رحت عندها هاي اللي بتتفرج علي هذا شو حيصير؟ أوكي مرحبا كيف حالك؟ عم بيحكوا لي إذا شفت إشي شاذ لف. فإذا ما لفيت شو راح يصير؟ شو راح يصير؟ شو راح يصير؟ بدكم تتحدوني! بس هيك؟ طب اختبرنا النظرية والحمد لله النظرية نجحت. ما بعرف نجحت بالفشل ولا فشلت بالنجاح، بس احنا هلا حنكمل طريقنا مرة ثانية. على اذا شفنا اي شيء شاذ راح نلف. عندنا كاميرات فوق، واحدة يسار واحدة يسار وواحدة قدام يمين. بدنا نحفظ كل شيء بالمك. هذا ليش وجهه زي هيك خربان؟ مع السلامة حبيبي، انا حلف وارجع ثاني. طبعا لما الف وارجع، قصدي لما الف وامشي بدي هاي صارت رقم 2 ليش؟
بدي ادور على رقم 8 انا هلا. اوكي بدي اضل. طيب اتوقع هذا اشي شاذ جدا كمان انه يطفي الضوء علي، هذا شيء غير جيد. يا حبيبي مالك؟ اوكي صرنا عند ثلاثة هلا الحمد لله، الموضوع طلع سهل كثير وما بده كل هالغلبة والتعب. هذول اللي وراء على اليسار حفظتوهم؟ تحت المطافي احمر احمر اخضر، اوكي فيها كلام بالصيني، فتحتين مكيف، فيك اربع كاميرات، واحد اثنين، كانوا اربع كاميرات حبيبي، واحد اثنين ثلاثة، اوكي حاعتبرهم ثلاثة كانوا، انا نسيت صراحة، كمل الطريق بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا عادة اول جديد يا اخوي امانة، لا 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 والله كنت حاسس. شكرا حكيتكم ركزوا منيح، نعيد من اول. هاي صرنا عند واحد مبدئيا، ما في اشي غلط في المكان. بدنا نمشي صح، اوكي دخلنا على اثنين اثنين في عنا، انتم مش معي انا اسف بعتذر. صرنا على ثلاثة هلا، ثلاثة بدنا نمشي. كيف بدي افهم بالصيني مكتوب اربعة؟ اوكي اربعة خرابيش صينية. وانت فيك اشي انت منيح ولا تعبان؟ اوكي الشرب سلم، انت كان عندك شرب ولا ما كان عندك شرب؟ هاي كان عنده شرب هذا ولا ما كان عنده شرب؟ اوكي اربع خرابيش صينية وهان خمس خرابيش صينية وهان خمس خرابيش، اوكي اربعة خمسة خمسة خرابيش. هاي تمام كاميرات كاميرا هاي مكانها كان في كاميرا غلط، انا ما انا 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 حاسس انه في كاميرا غلط، ما دخلني صح. صرنا عند اربعة الكاميرات، لا اوكي انا شكلي كنت غلط اصلا، بس زبطت معي بالحظ انه طلع المكان غلط. شباب كيف حالك حبيبي؟ عنده شنب، اوكي ما بهم. خمسة خمسة، اوكي ضايل ثلاث ضايل ثلاث ضايل ثلاث، احنا وصلنا عند خمسة هلا. حالك حبيبي؟ معك تليفون، معك لابس الاواعي الشغل، تمام، معك شنطة، معك صبر حبيبي، شنبك اوكي مش حالقه، وحواجبك استنى. انت عامل زراعة شعر، هذا شكله عنده فلوس اكثر من الثاني هذاك اللي قبله، بس انا مرتاح كثير لهذا المكان فراح اكمل. اوكي انا حكمل اوكي. ستة اوكي ها اجا تعال، شو لابس اليوم انت؟ فيك اشي حبيبي؟ معك تليفونك، معك موبايلك، معك شعرك ناقص، اوكي 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 خلاص روح ما بدي اشوف خريطتك. اوكي خمس خرابيش صينية، خمس خرابيش صينية، الكاميرات بمكانها، تمام اوكي نكمل طريقنا بسم الله. هنكمل ها ها. يا الله كيف غلط. طيب انا في اشي ما انتبهت له، حنعيد اول جديد. هاي الاولى صحيحة فا؟ إذا أول واحدة غلطت فيها أنا، طيب هاي الأولى من أول وجديد، ها أوكي زبطت، طيب كله تمام. أها هاي غلط، هاي كلمة مكتوبة بالعكس. تعال تعال فكرني أهبل ولا زيح زيح زيح. هاي شايفين شايفين هاي اثنين، لما أقولكم عندما الذكاء يتحدث أنا أتحدث. حبيبي معك تليفونك، معك كندرتك وكل اشي وشنتك وشنبك وكل اشي، اوكي اوكي هذا المكان ضابط ما فيه ولا اي غلط. ما قرأت هاي، شو مكتوب؟ السهم بتطلع لفوق، تذكروا لانه اذا انتوا ما تذكرتوا مين حيتذكر يعني؟ ها حبيبي انت تمام؟ طلع لك حبة براسك جديدة هاي. حضلني لفت اربعة، شوفوا قلت لكم الواحد لما يركز بزبط كل اشي معه. هاي فيها اشي غلط، ما كان في اوكي هاي فيها اشي، فيها اشي غلط، اشي غلط كثير كمان مش شوي. حنلف ونرجع ثاني. يا حبايبي يا حبايبي شوفوا، انتوا لما تحكوا عن الذكاء والفطنه والفقاهه تحكوا عن الحسامه. نكمل طريقنا، هاد سريع كثير عم بركض قاعد الرجال. اوكي باي باي باي. ستة ها هذا بمشي شوي شوي. طيب حنكمل الطريق لانه انا اتوقع انه كل اشي تمام. لا لا كيف غلط؟ انا راح اتجن يا جماعة. حبيبي يا حبيبي انت، اي هاي صح الاولى خلصناها، اثنين
اثنين منيحة وحلوة ما فيها أي إشي. قصدي واحد، قصدي هاي اثنين، هلا اثنين. اثنين؟ بضحك الشاب قاعد. شو مسوي تبييض أسنان؟ والله إنك يعني مع السلامة حبيبي، نحن فرجة. ثلاثة! ثلاثة عندنا، تمام، ثلاثة صراحة ما فيها إشي غلط. ثلاثة مزبوطة. ثلاثة غلط! شكلي مطول كثير في اللعبة. تعبت، بكفي بكفي حبيبي حبيبي، خلص لي، زهقت انا، كيف اطلع من هالمكان هاد؟ يلا اوكي اثنين. في واحد بدق على الباب، انا لا حلف بسرعه. اوكي ثلاثه، اللوحات تمام، الخرابيش الصينيه تمام، كل شيء تمام. بدي اشوف كيف حتكون غلط هلا. ها كيف غلط؟ تعال باي. واحد اثنين. اكيد هاي غلط يعني. بدهاش ذكاء كثير. ثلاثة. في هناك شيطان واقف بالهواء هيك. اوكي لف ورجع ثاني. أربعة. في حد مش تمام؟ الباب غلط، الباب غلط، الباب غلط. لف ورجع ثاني يا بابا. خمسة. هذا الباب شو؟ أنت فيك إشي؟ شنبك موجود؟ ستة. أعتبر إنه كل إشي تمام. بسم الله. سبعة. ايش انت مالك؟ فيك ايش اليوم؟ من ورا طيب؟ اي شيء؟ سكيورتي كاميرا انوبريشن؟ خرابيش صيني؟ في باب ناقص كامل، في باب كامل ناقص، اوكي. حبيبي هاي طريق، ثمانية. ثمانية. بسم الله، دام انت كيف حالك اليوم؟ نفس البوت، نفس كل شيء، ها؟ ما تغير ليش لبسك، اوكي؟ توكل على الله حبيبي. اوكي! بسم الله، لحظة الحقيقة والجواب النهائي. طبعا أنا هاي اللحظة وكل هذا الذكاء، أنا ما حكيت لكم بس أنا استعملت المونجي كيو شارينجان تبعتي، فأنا هيك عرفت الطريق الصحيح. أول شيء بسم الله، من أول مرة ما غلطناش ولا مرة. أوكي عندنا اللعبة من أول جديد، وهلا إحنا عند صفر. هذا الشاب كثير كبير. مش معنا. صرنا عند واحد، أنا كثير مبسوط، كثير مبسوط، كثير كثير فرحان. هاي في وسخ بالمكيف، لف ورجع، اثنين، وهنا لدينا اللوحات هاي غريبة، اللوحات ما كانت بالرمادي، ما يعني في شيء غلط فيهم، أوكي، حلف ورجع، ثلاثة، كيف زبطت معي أنا؟ هيهم بالرمادي، اعتبروها ذكاء، ما في شيء غلط، نكمل طريقنا، أربعة، ما في شيء غلط، إن شاء الله. وتقريبا الغلطات ما بنعاد، بدي كل شوي اكتشف اشي جديد. الضوء خربان. لف ورجع يا عمري، لف ورجع يا عمري. ليه غلط؟ ليه غلط؟ يا الله. واحد، الشيطانة رجعت، اوكي الاشياء بتنعاد، تتكرر، انها تتكرر. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أنا لقي أقول لك ارجع اسمع، أنا صبري قليل. أربعة، إذا يعني أربعة، خمسة، 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 خمسة. في بحر 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 بحر. ستة. شكلهم زهقوا مني باللعبة، طردوني. شكلهم زهقوا مني، بدهم يغرقوني ويطردوني من اللعبة كلها. حبيبي حبيبي أمام ربك، بالله عليك قل لي شو أعمل بس. سبعة. لا تقول لي ولا أقول لك، أوكي؟ أنت منيح؟ أنت منيحة؟ أنتوا كلكم تمام؟ يا رب، يعني يا رب. تعبت. ما راح أتكلم خلص. ما انا اسف، انا بدي اتكلم، حتكلم خلص باي. انا راجع مكاني، انا بديش احكي معك. طب اجرب اطلع فوق، يمكن افوز. تجربه، بس تجربه. شو زهقتوا مني؟ صارت شاشه سوداء ليش؟ رجعنا اول جديد. يا اخي انت ما تعبت؟ ما تعبت انت؟ صار لي ساعه بلف حواليك، انا عاد انا تعبت، انا تعبت عنك والله. واحد.
ايش هذا؟ هاي مش معنى هاي. اثنين صفر واحد اثنين ثلاثة صفر. ليش صفر؟ يا اخي انا حفظت خريطة كاملة خلاص، حفظت انا حفظت كل تفصيل في تفصيله خلاص، ولسه بغلط قاعد. كذابين انتوا كذابين، انتوا ما بدكم اياني افوز، انا عارف انتوا ما بدكم اياني افوز عشان هيك بتخسروني قاعدين، مع انه ما في شيء غلط، ما في شيء متغير، اذا مشان الله صار لي ساعة بفحص على حالي والله والله بالله عليك بالله، بس ساعدني قول لي وين اروح. حبيبي لو سمحت طب بعطيك فلوس، خذ 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 اي شيء. عصبتوني خلاص، ترى الموضوع زاد لحده، استحملتكم مرة ومرتين وعشرة ومية كمان، بس اضلني الف حوالين حالي ساعة كاملة انا؟ ايش؟ الصبر له حدود يعني. اثنين ها مكتوب بالترن باك ترن باك ترن باك، اوكي ثلاثة صفر. تفضل تفضل يعني قاعد تفضل، بالله عليك في شيء؟ كان في شيء غلط؟ ما كان في شيء غلط، روح انقلع من وجهي. ترى نعستوني والله. انا خفيت وانا بلعب، صحيت لقيتها بوجهي عم تمشي وراي. اوكي باي باي. واو هدول متغيرين صار اوف بالحظ تبعت لهم، مش عارف كيف. تعبت والله تعبت، نعست عم جد عم بخف وانا ولا بلعب، صرت قد ما بلف حوالي حالي. خلص مشي لي اياها يا اخي، قول لي اوكي صح، اعتبرني خدني على قد عقلي. خمسة ها صار لي ساعة بلف قاعد هلا ضايل كم واحدة. هاي في على السقف، هاي الشيطان جني لف ورجع تاني. سبعة ضايل ثمانية، ما في ولا شيء خربان. اوكي ثمانية. الشباب واقفين هون فاحنا حنروح على السريع هناك، ففزنا ثمانية. مش المفروض اكون فزت هلا خلاص؟ حبيبي انا فزت حبيبي، هاي هاي. طب انا حامل حالي مش منتبه عليكم، حامل حالي فزت. اوكي بسم الله اكزت 8. يا رب يا رب فزت. لا لا فزت. اخ انتم مش عارفين قديش كم مره عدتها، صار لي ساعه ونص بلعبها، بلف ساعه ونص بلف ساعة ونص بلف حوالين حالي. نفس انا هلا حاليا شايف براسي بس هيك طريق ابيض ممر ولوح وواحد بمشي راح نجن. مع السلامة، لساتني منيح طلعوا علي. هيك بكون خلاص الفيديو تبع اليوم ان شاء الله بدنا. ايش هذا مكتوب؟ اكتشفت كل شيء. حبيبي روح روح، انت لسه فتح لي اللعبه انت؟ خلاص خلصنا. حبيبي روح بيتك انت، خلص بكفي. هذا كان الفيديو تبع اليوم، ما تنسوا تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وكل شيء بدكم تعملوه اعملوه، واكتبوا لي بالتعليقات شو بدكم الفيديو الجاي يكون عن اي لعبه، وبشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامه.